السلام عليكم، كيف الحال جماعه؟ تكونوا بخير. اليوم ما بتشوفني بهاي الطاقه الا لما يكون في سي في، والشركه ما اعطت لي السي في، بعثوا لي 32000 سي في، 12000 لحال و20000 سي في لحال، ما بعثوا لي اي سكنات، ما بعثوا لي ولا اي شيء. يعني صراحه انا راضيه. فهم حاليا قديش بعثوا لي 12000 غير ال20000 الاساسيه، بالتالي يعني فيني افتح فيهم تقريبا 6 عجلات حظ. الموسم كله ما في 6 عجلات حظ، فخلونا نبدا. سحبت 3 سحبات قبل ما استلم السي في، وحاليا خلونا نبدا في اول سحبه 120 او رابع سحبه. اجنحه مش مهمه، يا ترى هيعطيني السلاح قبل الشخصيه اكون جدا راضي، لانه زي ما بتعرف مش راح اغير شخصيه بلي. 320 سي في بصوره. طيب انا ما بعرف صراحة قديش راح يكلفني هاي العجله، بس ان شاء الله متعدد 6000. اوكي دي ال كيو، اوكي مش دي ال كيو، ام 21 ما عليه. بس ليش مركبين على السكوب؟ 960 سي في سكين. يعني شخصية حلوة ماشي كل شيء، بس انا سلاح يا اخي. كوجي الظل المتلاشي، حسه من ديمون سلاير طالع. 2300 سي بي، نفتح سلاح ال FF1 FFAR الميثيك. ما جربته ولا شفت له الايرون سايت ولا شفت له اي شيء السلاح. يعني يا ريتهم بعثوا لي يا ماكس كان طورته. فكرة السلاح بيشبه السكين اللي اعطوني اياه في البداية. اوكي هيك تطوير جاهز. بالمناسبة أنا عندي 420 بطاقة تطوير كنت ربحتهم سابقا في حدث معين مش عارف ايش هو، فأنا هصرف كمان 1000 زيادة ماشي، أفتح 20 سحبة لعل وعسى أقدر أطور السلاح ليفل 3 حد ما أقدر أحصل بعض القطع أو الأشياء المفيدة. عموما في عنا شوية كروت حلوة، معي 600 حاليا، كمان 10 أعطوني بعض العشرينات و40. كويس الحظ منيح. 800 عملة عندي، في هون 50، يب في هون 50، بنكون فتحنا له اللي هو هاي اللي وقت ما تم الكل وفريم الاطار ليفل 3 مره واحده. زي ما شايفين فتحنا كل هاي الاشياء. اوكي يا جماعه اكتشفت انه هذا السلاح فيه تركيبات لا نهائيه فعليا، بس في النهايه انا ركبت له هاي التركيبات الظاهره امامكم، بس نتكتف تكتيكي. هاي الماسوره زي ما شايفين بتزود الدمج بالاطراف وبتزود المدى وبتزود سرعه الرصاص، ولكن بتخرب شوي الارتداد العمودي والافقي، بس مش مهم كثير يعني لانه هنحاول نسيطر عليه، لانه السلاح في النهايه شبيه للاس ام جي، مسافات قريبه نوعا ما، اكثر شيء متوسطه. تركيبات امامكم عموما، خلونا ندخل هسه جيم وجربوها مع بعض. 10 دقائق عشان ادخل الجيم، فيش لاعبين يلعبوها، انا مش فاهم. انا تقييم لسه ماستر، يعني نص العالم تقييم ماستر. اول نظره على الاف اف اي ار، يا رب نضل نحكي عنه. وات برميك بالجو، اوف والله فخمه. يا ترى الايرون سايت، بسم الله. النقطه كانها عاليه عن السلاح. السكينة معي جدا رهيبه، بس ممكن نشوف الجرنيد هاي كيف تنفجر. اوكي خزقت له راسه، دمجه 38 في الهيد، بس مسافات متوسطة يعني لحد الآن ما بين من البيت كيف. واو جماعة السلاح كويس، هو أنا يمكن لحد الآن ما شفته بالرانك لسبب معين. ييييي إيش القوة هاي؟ يا سلام على القوة، يا أخي أعتقد إنه تركيباتي كويسة والله. انا عندي احساس انها تركيبات كويسه. ابلع اللوبي، تصدق تركيبات كويسه. 16 كيلو بالسلاح في اول تجربه في التركيبات اللي انا استخدمتها، ولا عمري شفت له اي تركيبات. تخيل قديش السلاح صار نازل ولا تبعت له اي مقطع بالمره. اخ السويتش بليد ماخذ بوف، انا متاكد يا اخي مش عارف صار قوي بزياده. انا مالي في الموضوع، انا مالي فكرة. هذا صارت اوكي موت افطس. مش هيك برضه، مش هيك افكر بني ادم، مش جلايد صح. وينك يا ولد؟ ما هو جلايد خايف يواجه الجبان. تم فشخنا، تم فشخهم. تم فشخهم بقول لك. يلا ابلع انت وياهم، جوز اغبي. شوف. اخ متى خلص الجيم؟ اخ بس.
نشوف مبدئيا يبدو انه الماسورة 19.5 معتمدة من كل اللاعبين، لذلك هنجرب ماسورة 20.3 وهي بتزود مدى 50%. غلاف المطاط المظلي هنجهزه، وخيرا ليس اخرا المقبض امامي، هذا احسن شيء يبدو. اوكي جهزنا التركيبات. السلاح المفروض صارت شايفيه الدقة والمدى اشي خرافي، ولكن خفت الحركة ما نزلت كثير. شوف سلبيات السلاح جدا بسيطة مقارنة بالايجابيات تبعته، سلبيات السلاح جدا بسيطة مقارنة بالايجابيات تبعته، فخلينا ندخل نجربها مع بعض و يلا بينا. اعطيني شوت هاوس من الاول، خلينا استنى في سلامز 10 ساعات عشان ادخل جيم. وحتى الجرنيد هاي انا ما شفت انفجارها، هاي ما هي جرنيد، اللي كانت معي مش جرنيد يا جماعه، هاي اللي بتنفجر اول ما ترميها. معقول هاي الجرنيد اللي بتنفجر على السريع؟ لا والله هي انفجرت. يب هي في حقد بصير علي. واو انا مو منتبه عليه اساسا. شوف هذا مريض، أقول لك مريض أنت وياه. 1 2 3 4 الخامس، يا سلام عليه. أخي التركيبات في شيخة، كل التركيبات بتسحب قوية، إيش في؟ ووو خلص الجيم، كنت هموت، مولع بالنار أنا. يا ويلي يا ويلي على اللي صار فيكم يا جماعة، قديه 24 كيلو فور راوند. محتار صراحة في التركيبتين، بس عموما بحس هاي أحلى شوي. يا ويلي هسه فهمت شو مشكلته السلاح، مسافات بعيدة مشطوب، والله مسافات بعيدة مشطوب السلاح. وات يا اخي السلاحي شوي، احتمال كبير نخسر. فيتول مثابرة، لا حابب المثابرة جابها. والله كفو عليك يا نحن ذا على دروب كنزنا نسير معا وأمالنا تسير خلفنا. 45 للأسف خسرنا زي ما شايفين، جمان خسارة مش عارف، موضوع محزن الصراحة. أحمد محزن بيو بيو. استفدنا إشي، طلعنا في تركيبتين خرافيات لل FFR FFAR، لأنه في سلاح ثاني اسمه FFR. إيش كان اسمه ذاك؟ خلونا نفتح الباتل باس بما إنه مش مهم كثير، خليت لآخر الفيديو. وصلنا التذكرة 520 سي بي، حاليا باقي معنا 24883 سي بي. أوكي حصلنا كل هالأشياء، والصراحة ما في داعي أفتح الليفل 21 أساسا، هيك هيك أصلا وصل 21 تقريبا. خلاص البقية يعني ان شاء الله اجتهاد شخصي، بوصلهم نهاية الموسم، اذا ما وصلتهم بشحنهم بسيطة يعني. ان شاء الله يكون المقطع عجبكم، واحكوا لي رايكم بالسلاح، واحكوا لي هل هو سلاح مثلك جميل بيستاهل الشحن ولا لا. وبس كده اشوفكم على خير بالفيديو الجاي يا شباب، الى اللقاء.